تمام، واخا تسمع دول اوروبيه، راه كاين شي دول اوروبيه راه يلاه تيدخلوا 5000 درهم في الشهر، هذا هو يعني السميك ديالهم تيبدا ب 5000 درهم. كيفاش نبيع منتوجاتي في اوروبا؟ اذا اخويا باش تبيع المنتوجات ديالك في اوروبا خصك اولا تشوف هذاك المنتوج واش واش بعدا حيت اوروبا كبيره بزاف. انا ننصحك اخويا شوف غير بعدا واحد الدوله في اوروبا وحاول شوف تيستي هذاك المنتج، بعدا حاول انك دير واحد المتجر الكتروني فين غتحط او واحد لاندين بيج فين غتحط هذاك المنتوج بطبيعه الحال عن طريق ووكوميرس. ووكوميرس على الشروحات ديالو في يوتيوب او جوجل بالعربيه. هذا اولا، وحاول انك تيستي دير دوكومونتي بعدا على هذيك البلاد، شوف هذيك البلاد شنو هما اولا هذاك البرودوي، واش غادي يخدموه به المراهقين، واش غيخدموا به العجازه، وندير واحد دوكومونطاسيون بعدا على هذيك البلاد، نشوف اولا هذيك البلاد شنو هو الفئه العمريه، نسبه الفئه العمريه اللي عندهم كبيره، باش نشوف واش هذاك المنتوج غادي 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 نقدر نبيعه في هذا، وغادي نشوف كذلك واش نشوف كذلك بالنسبه للثمن، نشوف بعدا معدل الدخل في هذيك البلاد باش نختار الثمن، باش نعرف الثمن اللي غادي نقدر نقترح. حيت انا واخا تسمع دول اوروبيه، راه كاين شي دول اوروبيه راه يلاه تيدخلوا 5000 درهم في الشهر، هذا هو يعني السميك ديالهم تيبدا ب 5000 درهم. يعني نشوف واش هذيك البلاد هذاك الثمن اللي بغيت نبيع به، واش هذيك البلاد ممكن يقبلوا لي هذا الثمن هذا. وثاني نشوف يعني الفلسفه ديال هذيك البلاد، لان واحد البرودوي يقدر ما يتباعش ليك في هذيك البلاد، لانه تو سامبلومون اللايف ستايل ديال هذيك البلاد او الطريقه ديال هذيك البلاد ماشي هي المغرب. خويا امين كيفاش لقى الكليان؟ خويا ايمن كتختلف الطرق على حساب اش من كليان باغي انت وعلاش كتقلب الكليان ديالك. هذا اخويا حيت ما يمكنش اخويا يكون انت تتقلب على كليان اللي بغيتيه، مثلا عندك متجر لاصلاح السيارات وتصلح السيارات وكتقلب في واحد الجروب مثلا اللي هو عندهم الناس عندهم البيكالات، ما يمكنش. فخاص اش ديالاش هاد الكليان اللي انت كتقلب عليه.